الحقيقة المنطقية هي لغة الحوار اليوم في كل شيء، في مباراة الأهلي وبني سويف وفوز منطقي للنادي الأهلي، في كلام ريني فايلر وكلامه المنطقي في المؤتمر الصحفي، أيضا في كلام كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن ما يحدث في التحكيم الأفريقي الذي ما زال يمثل نقطة سوداء في القارة الإفريقية. خليني أرحب بضيفي في هذه الفقرة دكتور أحمد ثابت، نتكلم عن أهم الأرقام والإحصاءات الخاصة بمباراة اليوم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك لجماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني طبعا، تأهل لدور ال 16. بالتأكيد يعني المباراة متقسمة لنصين، جزئين، جزء من لغاية من أول الدقيقة 67 وجزء من بعد الدقيقة 67. قد يكون يعني يعتبر بعتبره كده أول فوز لريني فايلر مع النادي الأهلي بدون أداء ممتع نوعا ما، ولكن مقبول في الفترة دي ان انت عندك 15 مباراة في شهرين. لا، وهو قال كمان ان قال كلام منطقي، قال ان انا عارف ان الشوط الاول وربع ساعة من الشوط الثاني الاداء لم يكن جيدا، ولكن في نفس الوقت لازم نعذر اللاعبين لانه بقى لهم فترة طويلة ما لعبوش مع بعض في مباراة رسمية. طبعا انت بتلعب 15 مباراة، عندك الشهر ده 7 مباريات والشهر الجاي 8 مباريات، فطبعا انت هتبقى مطلوب منك في الفترة دي الفوز اكتر من الاداء في ال 15 مباراة دول اللي هيوصلوك بقى هيوصلوك دور الثمانية في دوري ابطال افريقيا، هيقربوك بشكل كبير جدا من الدوري، هيحسموا مباراة الكاس، فال 15 مباراة دول مهمين جدا. وبالتأكيد يعني المباراة النهارده كمان فيها مكاسب لرني فايلر، مكاسب مهمة جدا، ابرزها انا شايف ابرز مكسب اليو ديانج. اليو ديانج ممكن بيفقد الكرة كتير في يعني سلبية وحيدة، ولكن مكسب مهم جدا في وسط الملعب. يعني لو ارقامه يمكن هو لعب 90 دقيقه طبعا، صنع هدف، دقه تمريراته القصيره 53 تمريره صح من 54، بالنسبه للتمرير الطولي عامل 4 تمرير طولي ل4 صح، نسبه دقه تمريراته الطوليه. اكتر لاعب في المباراه قطع الكوره ب 16 مره، اكتر لاعب استعاد الكره الثانيه، ودي الحاجه اللي احنا بنحتاجها في خط في وسط الملعب ان انت تستعيد الكره الثانيه. استعاد الكره الثانيه 9 مرات. كمان اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى النهارده، 5 محاولات على المرمى منهم واحده صح. ايوه، فكل الارقام بتاعت اليو ديانج بتاكد ان هو واحد من افضل اللاعبين في المباراه، ولكن السلبيه الوحيده في ارقام اليو ديانج ان هو اكتر من فقد الكوره، فقد الكوره 6 مرات. ده بيعتبر نوع اللاعب الافريقي ساعات بيبقى انه عنده نوع من انواع الكسل، خاصه لما يكون صغير في السن. دي محتاجه تطوير في الفتره الجايه من ريني فايلر لاليو ديانج. اليو ديانج موهبه قويه جدا للنادي الاهلي في المستقبل، ولكن محتاج حتة فقد الكرة زي ما شفنا في الهدف اللي جه من فريق بني سويف. أعتقد أن اليو ديانج كان ممكن يتعامل معاها بشكل أحسن من كده، وخاصة كمان في ممكن يحسن نسبة معدل فقد الكرة لأنه لاعب ارتكاز. ده المكسب الأول. المكسب الثاني جرالدو أعتقد أنه من نزوله في الشوط الثاني فرق كبير يعني بشكل كبير جدا. لو عرضنا أرقامه هنلاقي أنه هو من ساعة ما نزل لعب في ال 45 دقيقة الثانية أكتر لاعب عمل مراوغات ناجحة في المباراة، عامل 6 مراوغات، لعيب مهاري قوي، لعيب حريف، بيفوت في واحد لواحد، عنده شخصية، لعيب دولي بيلعب في منتخب أنجولا، تاني أكتر من صنع فرص لزملائه فرصتين، تاني أكتر من قام بكرات عرضية، رغم إن كل ده كل أرقامه دي ولعب 45 دقيقة بس، نسبة دقة عرضياته 43%، عامل 4 تمرير طولي، بنسبة دقة تمريراته القصيرة 82%، حصل على خطأين. فجرالدو مكسب، انا شايفه مكسب كبير جدا من المباراه زي دي. احنا محتاجين جناح، محتاجين ان انت دايما تزود الشراسه الهجوميه عندك. لما يبقى عندك مكسب زي جرالدو النهارده، برده المكسب الثالث احمد الشيخ بيسجل هدف. احمد الشيخ ارقامه كويسه جدا برده النهارده، يمكن هو عمل لعب 90 دقيقه طبعا، سجل هدف، بصينا على ارقامه. الثاني اكتر من قام بمحاولات على المرمى 4 محاولات، الاول كان اليو ديانج 5 محاولات، الثاني الشيخ 4 محاولات، نسبه دقه محاولاته 25%، يعني واحده من 4. تاني اكتر من قام بمراوغات ناجحه بعد جرالدو، عامل 5 مراوغات ناجحه. اكتر من قطع الكرات في الرباعي الامامي 8 كرات، عامل 4 تمرير طولي، ده برده رقم كويس. نسبه دقه تمريراته القصيره 90%، فقد الكوره 3 مرات، حصل على خطا. اذا النهارده انت بتكسب جناحين، يعني انت عندك الاساسيين في الاجنحه حسين الشحات ورمضان صبحي، بيدخل معاهم احمد الشيخ وجرالدو عشان تعمل نوع من انواع المنافسه، وده اللي كان هدف قبل المباراه من ريني فايلر، ان هو يعمل يخلق دوافع جديده للعيبه اللي موجوده على الدكه، وان هو يديهم الاوراق، يعني يقول لهم اثبتوا نفسكم. وده اللي حصل النهارده مع جرالدو، وده اللي حصل مع احمد الشيخ. جرالدو في 45 دقيقه ارقامه عاليه جدا، كذلك احمد الشيخ مكسب كبير جدا. بالتاكيد برضو وليد ازارو يمكن هو راح على الجون مرتين، المرتين بجونين اللي هو المحاولتين ليه طول المباراه،
ارقامه طبعا، هو يمكن لعب 90 دقيقه احرز هدفين، ما ينفعش طبعا من يعني اكيد من اعلى تقييم في المباراه وليد ازارو، مسجل هدفين، متسبب في ضربه جزاء، يعني كاد ان هو يتسبب في ثلاث اهداف لصالح النادي الاهلي، هدفين وركله جزاء، حصل على خطأين، دقه تمريراته وصلت ل 85.7، قطع الكوره ثلاث مرات، فقد الكوره خمس مرات، وقع في التسلل ثلاث مرات، وليه المحاولتين على المرمى زي ما قلنا، المحاولتين اللي على المرمى هما اللي راح بيهم مسجل بيهم اهداف، نسبه دقه محاولاته 100% الاثنين صح، فبالتاكيد وليد ازارو برده مكسب مهم جدا. حسين الشحات لغايه خروجه كان اكتر لاعب صنع فرص، صنع ثلاث فرص، ولما راح برده صنع اللاعب اللعيب الجوكر مهم جدا للنادي الاهلي، دايما لما بيلعب باك يمين يلعب بجناح يمين، لما نزل الشوط الثاني كصانع العاب مكان وليد سليمان بيفرق بشكل مميز جدا. برده كذلك شريف اكرام النهارده يمكن ما اختبرش بشكل كبير تسديدتين، ثلاث تسديدات واحده منهم جت هدف. ياسر ابراهيم قدم مباراه كويسه على مستوى قطع الكرات، ولكن برده هو ايمن اشرف ما تمش اختبارهم في كرات كتير، يعني تقدر ان انت تقيمهم بشكل كبير. محمود وحيد النهارده عامل ست كرات عرضيه منهم ثلاثه صح، صنع منهم فرصتين. محمود وحيد بقاله فتره بعيد عن المباريات، وبالتاكيد مباراه زي دي ان هو ياخد فورمه المباريات ويعمل الكرات العرضيه الكتير دي اكيد هنكسبه ان شاء الله بعد 72 ساعه قدام الهلال السوداني. عمار حمدي في اول 45 دقيقه بصراحه كان افضل لاعب في النادي الاهلي في الشوط الاول، عمار حمدي يعني كان واحد من افضل اللاعبين للامانه، لو بصينا حتى يمكن هو عمل ثلاث عرضيات، كان من اكتر اللعيبه اللي بتحضر الهجمه من تحت في من ناحيه التمرير الطولي، كان يعني عمار حمدي كان واحد هو افضل في نص الملعب بس برضه طبعا افضل لما شفناه مع المنتخب، ولكن كان مقدم مباراه كويسه مكسب. من هو نجم هذه المباراه من خلال الارقام؟ من خلال الارقام وليد ازارو اليو ديانج الاثنين. وليد ازارو رقم واحد طبعا، مسجل هدفين ومتسبب في ضربه جزاء، رقم اثنين اليو ديانج، رقم اكتر لاعب قطع كرات، اكتر لاعب استعاد الكره الثانيه، اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى اليو ديانج بالتاكيد، غير ان هو صنع هدف. جيرالدو في 45 دقيقه عمل حاجات ما عملهاش الاجنحه اللي كانت موجوده، وبالتالي يستحق برضه تقييم اعلى، يعني الاربعه اللي هم العاليين ازارو، احمد الشيخ، جيرالدو، اليو ديانج. تمام، اذا زي ما حضراتكم شفتوا ده تقييم الارقام للاعبي النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. شكرا. والف مبروك صعود النادي الاهلي لدور ال 16. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل كابتن ايمن دجيش نتكلم عن اهم الحالات التحكيميه في هذه المباراه.